الاتصالات ومباشرة في برنامج المرأة والأسرة حديث مغزل. بعد لحظات رفقة الدكتور عماد ميزة بغا نتكلموا على واحد المادة طبيعية، اسم ديال هاد المادة الجيلاجيت، ويقال بأنها مادة مضادة للأكسدة بواحد الشكل قوي جدا، كتساعد على تخفيف التوتر، كما أنه عندها بزاف ديال الفوائد وغتقدر تعاونك لالا باش تحافظي وباش ترجعي الشباب ديالك للبشرة. كما يقال أنه هاد المادة أيضا عندها فوائد على المناعة، على العقم، ضعف الجنسي. شنو اللي صح واللي غلط في كل هاد المعلومات؟ الإجابة رفقة الدكتور عماد ميزة. عماد شخبارك؟ صباح النور. كي دايره دكتور؟ الحمد لله بخير، ملي كنسمع صوتكم على خير. مرحبا. كنسمعوا الاخوات على خير، ومرحبا بجميع الاسئله ديالكم. الله يبارك فيك. مرحبا. جيلاجيت، شنو هي هاد الماده؟ شكلها شويه غريب. اللون ديالها اسود. نعم. شكلها كتبان محجر. محجره بحال شي صخره صغيره، بحال شي كتخيل بركان. اي، فهي منين المصدر ديالها؟ فالشيلاجيت، الشيلاجيت هو واحد الماده اللي كانت كتستعمل الاف السنين. الاف السنين، وخاصه واحد المنطقه اللي غنيه جدا بالمواد الطبيعيه، ومنطقه عندها واحد الاتصال روحي بالمواد الطبيعيه وبالطبيعه، اللي هي لو تيبي، وهي كذلك واحد المنطقه اللي كتواجد ما بين الهند والنيبال. الهند والنيبال. هذه المنطقه هذه اللي ما بين الهند والنيبال هي من المناطق اللي كنا ذكرناها كنستخرجوا منها ملح الهيمالايا، وكيتم الاستخراج حتى ديال هذه الماده هذه اللي كتسمى الشيلاجيت. الشيلاجيت او ما يسمى في العاميه الثقافيه ديال الشعوب كيتسمى لو موميو او الموميو. أيه. فهو شنو هو؟ هو عندنا واحد المجموعه ديال النباتات المعالجه، واحد النباتات البريه اللي كتكون كتنبت في الخلاء، وخاصه فين؟ في قمم الجبال. في ذاك القمم ديال الجبال هاد النباتات هذه كتكبر في القمم ديال الجبال، كنعرفوا انها كتكون شقوق. هاد الشقوق هذه شنو كيوقع؟ هاد النباتات ملي كتنبت في هذه المناطق، اش كدير؟ منين كتبدا كتيبس كتولي كتدخل في هذه الشقوق. هذه الشقوق عاوتاني شنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها العيش ديال بعض الانواع ديال النحل. اذا النحل اللي كيكون كيصايب بعض المواد يعني ديال النحل، ديال المواد ديال العسل والمشتقات ديالها، فكيولي واحد الخليط. كذلك البقايا ديال الحيوانات اللي كتجي وكترسب في هذه الشقوقات هذه، خاصه في هذه المنطقه. اذا في الاف السنين لما هاد المواد هذه بدات كتدكس في دوك المناطق وفي دوك يعني في دوك كما كنقولوا دوك الشقق اللي كتكون عندنا، في دوك الشقات اللي كيكونوا عندنا على المستوى ديال قمم الجبال. فمع الوقت اش كيولي؟ كيتجمد مع الاف السنين وكيتحجر وكيولي كيعطينا ديك الماده اللي كنشوفوا فيها، اللي هي عباره على واحد الماده شبيهه بـ 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 بالكراميل. يعني في ذاك اول ذاك الكراميل منين كيقصح، فبحال هكا كتكون هذه الماده، وهي واحد الماده اللي كتاخذ ذاك الطابع الاسود. علاش؟ تركيز ديال ما يسمى بحمض الفلوفيك. هذا حمض الفلوفيك اللي هو من الاحماض النادره، وهاد الشيلاجيت اللي كيتسمى الذهب الاسود التيبيتي او ديال لو تيبي ولا لوغ نواغ تيبيتان. فهذا هو الفوائد ديال هاد الماده هذه، واليوم ان شاء الله غنتقاسموا مع بعضياتنا غنشوفوا كيفاش غنستعملوا هاد الماده. لاش كتصلح؟ كتصلح لبزاف ديال الحوايج. كتصلح، هي واحد الماده هائله جدا، كتدخل في الاطباق الطاقيه ديال الليموان، يعني دوك الليموان ديال تيبي، دوك اللي كيكونوا كيسكنوا في المعابد الكبيره ديال تيبي، ديال لو تيبي، وكذلك الليموان اللي كيكونوا في المعابد الصينيه او الكورية اليابانية، فكلهم كيكونوا كيدخلوا في التغذية ديالهم هاد المادة هادي. كتعطيهم طاقة؟ نعم، طاقة، تحسين الجودة ديال المناعة، كتصفي الذات من السموم، كتعاون التقوية ديال الذاكرة، واللي يجعل للقليل من الناس ما كيفهمش ما كيعرفش هذه المسألة هذه، هو أن تم كما كنقولوا حنا شناهي ديك 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 ليتانسيل اللي عطاتنا هاد الشعلة هذه، أو ديك الشعلة اللي عطاتنا هاد البحث وهاد التقرب من هاد المادة أكثر، هي الناس. كانت واحد الجامعة الأمريكية للأبحاث ديال التغذية في واشنطن،
كانوا ناس يعانون من مشاكل ديال فقدان الذاكرة، وخاصة الناس اللي عندهم ألزايمر. وتم الاكتشاف ديال هذه المادة هذه اللي هي الشيلاجيت اللي كانوا كيستعملوها عند هاد الناس هادو، وعطات واحد النتائج جميلة جدا فيما يخص تقوية الذاكرة وإعطاء داك الطاقة الإيجابية والتنشيط ديال الذاكرة. تعطات كذلك الناس اللي كانوا كيعانيوا من مشاكل في الخصوبة، يعني مشاكل ديال يعني القوة الجنسية ما بقاتش عندها ديك القوة ديالها، وأصبحت تعطى هاد المادة هذه بهاد الطريقة اللي هضرنا عليها. وهذه هما ما بين الفوائد ديال هاد المادة. الكثير الدكتور عماد اللي كيتكلم على وصفات من هاد الشيلاجيت هاد المادة هذه لعلاج العقم والضعف الجنسي يا دكتور عماد. نعم، ف الضعف الجنسي إلى خلطناه بمواد أخرى وهي إلى كان الإنسان ما كيعانيش من أمراض عضوية، حيت إلى قلنا العقم صافي، راه العقم لما كيحدد لنا الطبيب أن هنالك عقم لدى النساء عند النساء ولا عند الرجال، ما بقاش الحديد صافي، يعني العقم عقم. يعني الهرمونات اللي كاينين غنجيبوهم ما يمكنش، حنا عندنا الكاس خاوي وغادي نلقاو فيه القهوة، ما يمكنش. فهذه ما مسألة مفروغ منها. والضعف الجنسي او ملي كنهضروا على القوه الجنسيه، الانسان راه عنده هرمونات مزيانين، غير هو كيكون في توتر او كيكون عنده واحد الحاله نفسيه ولا واحد الحاله مرضيه خفيفه اللي كتجعلوا انه يوقع له هذا المشكل. فلما كناخذوا هذه الماده هذه فهي كتعاون. اما الانسان اللي عنده مشكل صحي فهذه الماده ما كتنفعش. ونيس بين قوسين نتمنى ان هذا الفيديو نستفدوا منه وما ناخذوش عاوتاني نستعملوه لبيع بعض المنتوجات، لانني على يقين كما دابا مؤخرا لقيت ان بعض المنتوجات كتباع بفيديوهات مقطع من البرنامج بالاصوات ديال يعني بالمقطع ديال الصوت ديال الاصوات. فهذه هنا كما كنقولوا حنايا، حنا كنعطيو الوصفات لوجه الله باش نستافدوا مع بعضياتنا، الله يجازيكم بخير. وانا لا اروج منتوجا كيفما كان، انا كنهضر على الشيلاجيت من الجانب العلمي، من جانب الاستعمال ديالو. ولان علاش حنا دائما ملي كنلقاو واحد الظاهره فيسبوكيه في واحد الماده طبيعيه انتشرت بزاف، فحنا كنحاولوا اننا نستافدوا معكم ونعطيو الفائده في هذه الماده هذه باش حتى الا بغيتوا تستعملوها بطريقه امنه. طيب دكتور عماد، شيلاجيت فين كنلقاوها كتباع؟ شيلاجيت الصيدليات، ماشي باش الصيدليات، يعني مكملات بعض الناس غذائية. اكيد ماشي هكذاك حجره معشابات، لان الناس اللي عندهم معشابات يعني موثوقه، اماكن للبيع كاين موجود. وكنهضروا سواء داخل ارض الوطن ولا الناس اللي كيستمعوا لنا خارج ارض الوطن. غتسوليني غتقول لي يا دكتور عماد كيفاش غادي نستعملوها بطريقه امنه؟ غادي نقول لك ان اذا كانت عندنا البودره ديال الشيلاجيت او ذاك المركب الحجري ديال الشيلاجيت، كناخذوا منه قريصه صغيره، مشيت يعني واحد كان واحد طريف صغير، يعني بحال كنقولوا ديك القريصه ديال الملحه. فكناخذوا قريصه حتى جوج قريصات ديال هاد المركب هذا، يعني ملي كنهرسوه تكون فيه السمك ديالو واحد 3 سنتيم او 2 سنتيم. شنو يمكن نستعملوه؟ فهو هائل جدا مع الحليب. اذا كنخلطوه مع الحليب الساخن، اذا واحد القريصه ديال الشيلاجيت او واحد طريف صغير ديال الشيلاجيت كنديروه مع مع كاس صغير ديال الحليب الساخن، كيعطي واحد الفائده هائله، لان لاسيد فلويفيك لما كيدخل في تفاعل مع البروتين اللي عندنا في الحليب والمكونات الحليب كيترفع المفعول ديالو حتى العشرة ديال المرات. هذا المشروب هذا يمكن نعطيه النص ديالو للاطفال اللي من 6 سنوات حتى 13 سنه، من 13 سنه فما فوق، فكنعطيهم كاس من هذا المحلول او هذا الحليب اللي صايبنا. نقدروا مثلا الى 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 بغينا نقدروا مثلا ناخذوا ذاك المركب وندقوه حتى كيولي بودره، وناخذوا يعني الربع ديال الملعقه الصغيره، ربع ديال المعلقه الصغيره، ونديروه بهذه الطريقه هذه، فغادي نستافدوا منه بواحد الطريقه هائله. كاينه طريقه اخرى، اننا كناخذوا عاوتاني الربع ديال المعلقه الصغيره مدقوقه، يعني مدقوقه مزيان ذاك البودره، ونخلطوها مع معلقه كبيره ديال العسل الحر. اذا كان عندنا العسل الحر عاوتاني كتكون الفائده اكثر واحسن. كنديروا نص معلقه صغيره في الصباح ونص معلقه صغيره في الليل بالنسبه للاطفال اللي عندهم من 6 حتى 13 سنه، ومعلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل من هذا الخليط هذا بالنسبه للكبار، وكنستافدوا بطريقه هائله جدا. كان عندنا الشيلاجيت اللي هو دابا ولا يسوق ولا يصنع في مختبرات صيدلانيه، يعني الا كان في شكل كبسوله ولا في شكل عقاقير، يعني في شكل فانيد،
فهنا المختبر كيعطينا الطريقه ديال كيفاش ناخذوا هذا الدواء، هي اللي غنلتزموا بها، لان كل مختبر عنده ظروف التصنيع وعنده طريقه او كيفيه اخذ هاد النوع من المكملات الغذائيه. واش فعلا دكتور عماد الشيلاجيت فعاله لمحاربه علامات الشيخوخه وارجاع الشباب للبشره؟ فإلا هضرنا على واحد المكون اللي كيكون مضاد الاكسده مركز، كنهضروا على واحد المكون اللي كيدير واحد التصفيه الذات من السموم، وكنهضروا على واحد المكون اللي كيكون كيحسن الجوده ديال الدوره الدمويه. فاكيد هاد الثلاثه ديال الحوايج، غير هاد الثلاثه ديال الحوايج كافيين باش يعطيونا شبابيه للبشره ديالنا، وكافيين باش يحافظوا لنا على الكولاجين ديالنا اللي هو اساس او داك الوتد او داك يعني داك لو سيبور لي او داك الساس اللي كيهز لينا البشره ديالنا وكيحافظ لنا على الشبابيه ديالها. نعم. طيب نفتحوا المجال لكم باش تواصلوا طرحوا اسئلتكم على الدكتور عماد ميزاب 0522 77 24 24، او عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. كاينين بعض الاشخاص اللي عندهم امراض معينه ما تنصحهمش ياخذوا المكملات الغذائيه ديال الشيلاجيت؟ فإلا خدينا بالطريقه الامنه فما غاديش نخافوا، ما كاينش مشكل. خدينا بهاد القريصه اللي قلنا وخدينا بواحد داك المعيار اللي مضبوط، ما غنخافوش منه. واخا دكتور. ناخذ فاطمه من الدار البيضاء. مرحبا بك فاطمه. حبيبتي كي داير لاباس عليك؟ الله يكبر بيك، مرحبا. نهاركم مبروك عليكم. لا الله يبارك فيك فاطمه. دكتور عماد الله يرحم لك الوالدين، السلام عليكم بعدا. وعليكم السلام اختي، مرحبا. لاباس عليك؟ لاباس، كلشي بخير بخير. ما كنسمعش صوتك اختي، على خير. خويا الله يعطيك الصحة، بغيت نسولك. عندي جرثومة في المعدة. أييه. وكانت خرجت لي الدواء وتبعته، ولكن ما نقولش لك راه صلخ لي الفم والقروطة وحتى القواط، كنحس بهم تنفخوا لي، ما بقاش كنقدر نصرط. ودابا فمي كله مكشر، كلهم بحال شي دري صغير محروق من فمو مسلوق، يعني ملي كنبغي ناكل الخبز شحال كيوحل لي في القرجوطه ديالي. ودابا انا وقفت هذاك الدواء ما بقيتش قدرت نشربه، حيت ملي كنبغي نصرطو كيوحل لي داك الجيلاتين اللي كان عندنا كيهبط لنا الماكله كيسهلها، وليت كنحس بقرجوطي بحال ناشفه ناشفه، ما كتبغيش تهبط لي شي حاجه، ولا شربت الماء كنحس بها كيعظمني في معدتي. نعم نعم. فبعدا واحد السؤال بغيت نسولك، فاطمه. اختي فاطمه، بالنسبه للطبيبه منين عطاتك الدواء، عطاتك واحد الدواء ديال المعده، واحد بونسمون غاستريك، عطاتك واحد الدواء خصك تشربيه مع داك الدواء بالنسبه للمعده ديالك. واش انت كنتي كتشربي غير الدواء ديال الجرثومه، يعني غير داك الانتيبيوتيك او دوك المواد المضاده للجرثومه، ما كنتيش كتاخذي الدواء ديال المعده فاطمه؟ هو الاول ديال المعده. هو الاول، وعاد كنبدا نتبع الدواء بشويه بشويه، يعني وحده من ورا وحده وحده من ورا وحده حتى كنشربو كامل. ولكن غير هذيك السيمانه الاولى ما دار لي حتى شي حاجه، والسيمانه الثانيه عاد كنحس كانني تحرقت في القرطوطه ديالي حتى الفم المعده ديالي. لا غير شوف، دابا انا كنسولك بعض الاسئله كنتقاسمهم معاك باش حتى انت دي الاجر، باش حتى انت. كاين بعض الاخوات اللي كيعانيوا من هذا المشكل، نحاولوا نحلوا بزاف ديال المشاكل من خلال السؤال ديالك. دابا قلتي لي كتاخذي الدواء، معليش كتاخذي الدواء الصباح بكري؟ كناخذو مع ديك التسعود. التسعود ديال الصباح ولا ديال الليل؟ عندي في الصباح وفي الليل. عندك في الصباح وفي الليل، كتاخذي وكتاخذي على الريق؟ لا، عاطيه ليا من ورا الماكله، الدواء ديال المعده قبل، والدواء كله اللي عطاتو ليا كله بعد الماكله. نعم دابا الدواء ديال المعده هو اللي كتاخذي قبل، يعني كتاخذي في الصباح اجا باش كينقص، شنو هو الدور ديالو؟ كينقص لينا افراز الحموضه بواحد الشكل كبير، لان ديك الحموضه هي اللي كتسلخ لينا المعده ديالنا، وكنوجدوا وكيغلف لينا ديك التغذيه ديالنا باش كيعاونها باش ما تضرناش في الماء في الماء في المعده ديالنا. غير هو شوف، غير هو بعد الدواء ديال الجرثومه كيخص بعدا تشوفي مع الطبيبه، الا كان هذاك كيضرك بزاف خصك تبدلي، لان ماشي غير غتجي وغتقطعي. علاش؟ لان اسمح لي اخي عماد، راني رجعت لعندها وعاودتي على المشكل، لان ما بقيت كنقدر ناكل الماء، الا شربته كنحس بيه كيعقرني. عاود كتبت لي بوماده قالت لي دوزي على النسال ديالك وروحيها. ودرتها، ولكن راه باقي فمي كانني كنحس بشي حاجه بحال الاحساس ديال الماكله، ديك المذاق وداك الشيء ما بقاش عندي. فهمتك اختي، فهمتك. شوف راه ما سالش، ماشي كنقول زعما راه هي ساهل ان الانسان تكون جرثومه وياخذ هذيك الادويه فعلا هي كتكون قويه شويه. غير هو شوف، غنعطيك واحد الحيله جميله جدا. ربي يخليك، الله يحفظك. تاكلي شويه وتشربي الدواء ديالك وتكملي الماكله ديالك. ياك؟ حيت هذه المساله ديال بعد الاكل هي متفقين، كاين قبل وبعد،
ولكن دابا غادي نهضر معكم كدكتور صيدلاني. ف كاين الناس اللي عندهم هذه الحساسيه ديال المعده، وهذه المعده اللي كتكون كضرهم بزاف، طريقه سهله وبسيطه هي كنغلفوا الدواء بالماكله، كناكلوا شويه كنعمروا ليه كما كنقولوا كنفرشوا وكنشربوا الدواء وكنعاودوا نكملوا الماكله ديالنا. فبهذه الطريقه كونوا على يقين عمر الدواء ما غيأثر عليكم في المعده ديالكم. ولكن منين ديروا هذه المساله هذه ما تشربوش الماء حتى تفوت على الاقل واحد نصف ساعه، عاد تشربوا الماء وراكم بخير وعلى خير ما كاينش مشكل. طيب الاخت ديالنا دابا عطيناها الطريقه كيفاش تاخذ الدواء، ولكن باقي عندنا المشكل ديال التهاب ديال الفم، وهذا الالتهاب كيمكن بزاف الاخوات يعانيوا منه، ان الفم ديالهم كيكون ملتهب، القرشوطه كتكون ملتهبه ما كيقدروش يدخلوا الماكله. فهنا كنصحكم بما هو سهل وبسيط جدا، معلقه صغيره ديال البروبوليس، معلقه صغيره ديال البروبوليس، سواء لقيتوه غبره سواء لقيتوه يعني مخلط بالعسل، كنضيفوا ليه ثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر، خلطوا هذا الخليط هذا كامل، وكتوليو تاخذوا نص معلقه صغيره من هذا الخليط وكديروها في الفم ديالكم وكتحاولوا تقلوها، يعني بحال عندكم شي فنيده في الفم ديالكم كتبقاو كتخليوها كدور في الفم ديالكم وكتبلعوها شويه بشويه بحال عندكم واحد الفنيده، وما كتشربوا الماء حتى كتفوت واحد ربع ساعه، وهكا غادي تكون واحد الطريقه امنه، لان ذاك البروبوليس وذاك العسل كيجبر هذيك المناطق اللي ملتهبه وكيرد هذيك الغشاء اللي كيتفقد اللي كيكون كيعطينا وقايه، والامور غتكون بخير ان شاء الله. شكرا فاطمه من طلبيضه. ناخذ دابا فاطمه من فاس، مرحبا بك على اصوات فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام، واش اخبارك؟ كي دايره؟ الحمد لله. كي دايره؟ كلشي بخير. الو عطاك دكتور، انا عندي واحد ثلاثه الاسئله الله يرحم والديك. مرحبا مرحبا اختي فاطمه. السؤال الاول، الوالده ديالي عندها الخوم والغده الدرقيه يلاه، وكانت كتعالج من فقر الدم والفيتامين دي، وبغيت شي وصفه للمساعده، وتعطيها شي مع كتاخذ الادويه وداك الشيء، بغيت شي وصفه شي بحال ديتوكس يصفي لها الدات ديالها. وبغيت نسولك عافاك دكتور، داك خرقوم البلدي واش داك اللي كيتباع عند العطار، ولا داك اللي ولاو كيبيعوه صحاب النعناع وهذا داير بحال الاصابع وهو خضر، واش هذاك هو اللي بلدي؟ نعم نعم. سؤال مهم، سؤال مهم. وعافاك دكتور، وسؤال اخر ديالي عافاك، بغيت شي وصفه شد البشره، لان بشرتي حساسه وجافه، وبغيت شي بشره للتجاعيد والترهل للوجه، وعافاك شي وصفه للشعر، انا شعري كندير وصفات ديالك ديال تساقط الشعر، الحمد لله ما بقاش كيطيح لي، وكنلاحظ شعري ما كيزيدش في الكثافه غير كيطوال، وعندي خفيف من القدام، بغيت عافاك لا الكثافه الشعر، ملي كندير شي وصفه طبيعيه كنلاحظ بانه طوال، ولكن ما زادش في الكثافه، الفراغات باقيين اللي في الشعر. واخا فاطمه شكرا، مرحبا بك. غنبداو بخمو الغده الدرقيه دكتور عماد. فخمو الغده الدرقيه هو من المشاكل الكثيره اللي كتكون عند النساء، فهنا كيخصنا ناخذوا الادويه، غير هي سولتنا انديتوكس باش نديروا التصفيه، فهي راه جبدات واحد الماده جميله جدا اللي انا اعشقها اللي هي الخرقوم بلدي مطحون. الخرقوم بلدي مطحون معلقه صغيره ديالو في كاس صغير ديال الماء المغلى، نضيفوا لها واحد معلقه صغيره ديال النافع البستاني، نخليوها تطلق ونشربوها في الصباح على الريق، فهي عباره على مضاد للسموم طبيعي سهل بسيط اللي في المتناول ديال جميع الاخوات. طيب مساله اخرى سولتني على الخرقوم بلدي اللي كيتباع طري واللي كيتباع يابس، فالحمد لله حنا هذا هو الادوات الجميل في بلادنا، اننا دائما كاين الجديد في المجال الطبيعي، فغير هو ذاك الخضر الا كان يعني حيت هو كيجي مستورد، راه ما كان حنا راه ما كنزرعوش باش تعرفوا الخرقوم بلدي عندنا هنايا في بلادنا، الا كان كيجي طري ومزيان فهذاك الطري راه هو احسن من اليابس، ولكن راه ما كاينش واحد الفرق كبير بيناتهم، فالاخر كتكون فيه نقص، فالطري زايد بواحد 30% ديال التركيز ديال المكونات ديال لا كركمين اللي هي المكون الاساسي في ماده ديال الخرقوم بلدي، فهذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. ولا كنا كناخذوا اليابس راه مزيان، كان عندنا طريفه وحيده كنحكوها ونضيفوا ليها كاس صغير ديال الماء المغلى ونستافدوا منها. نعم. طيب بالنسبه لترهل البشره دكتور عماد وكثافه الشعر، فهنا غادي نحاولوا اننا منو نجاوبوا بزاف ديال الاخوات، فكاع الاخوات عندهم مشكل ديال ترهل البشره، والبشره ديالهم شاحبه وفيها واحد يعني حتى اللون ديالها ما كيكونش باين مزيان، كيكون بحال غادي مغير اللون مخطوف، فهنا غادي نديروا معلقه صغيره ديال زيت نوار الشمس، معلقه صغيره ديال زيت الورد،
وغنضيفوا لها ثلاثه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، نخلطوا المكونات كاملين في حمام مريم تيتخلط مزيان هذا الخليط، نخليوه يبرد. الكريم اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها في الصباح وفي الليل وكنداوموا عليها، فهي كتعطينا نضاره للبشره ديالنا. اخوات، السؤال اللي جا ديال الاخت ديالنا فاطمه الام ديالها بالنسبه للشعر، فكذلك بزاف ديال الاخوات كيعانيوا من هذا المشكل ديال ان الشعر ما كيتخلفش، ان الشعر كيطول وما كيقواش. فهنا الى صيبنا الوصفه وبعدها وقف لنا التساقط والشعر يعني بقى في الحد ديالو، المهم بقى صحي، سهله اننا نحاولوا نزيدوا ليه في لابوسي ديالو، يعني في داك الطول ديالو، او كيفاش انه يطول بسرعه. فهنا خصنا نداوموا على السيروم. اذا السيروم غنصايبوا مع بعضياتنا واحد السيروم طبيعي بزيوت طبيعيه، ما غنطول ما نديروش بزاف، غنديروا معلقه كبيره ديال زيت الصوجه ومعلقه كبيره ديال زيت رشيم القمح، نخلطوهم نولي نديروهم كسيروم ليلي شويه في يدينا، نمسحو يعني غير كما كنقولوا غير نشمو الشعر ديالنا شويه ديال الزيت لهذا الخليط ديال هذا السيروم، ونمشطو الشعر ديالنا، وهكا غادي نستافدوا من الفوائد ديال هذا السيروم هذا. طيب دكتور عماد، الاخوات كيسولوك الشلاجيت واش ممكن ياخذوه الناس اللي عندهم مشكل في الغده الدرقيه؟ ماشي مشكل انهم ياخذوه غير بالطريقه اللي قلنا. وبالنسبه للاطفال في اي سن ممكن انهم ياخذوها؟ 6 سنوات وما فوق، ابتداء من 6 سنوات. عندنا سؤال ديال الاخت اللي بغات تشاور معك دكتور عماد، شنو هي الاعشاب اللي مسموح تاخذها المراه الحامل؟ النفع، البابونج، النبق، الخروب، اللان، والكرويه. عندنا النبق، الخروب، وبابونج. النبق، الخروب، البابونج، صافي. هادو هما المواد اللي مسموح بهم. اللان والكرويه بلاش. النفع اللان كيطلع طونسيون، اذا الا طلعتنا كنعرفوا المراه الحامله طلع لها طونسيون كيكون مهدد الجنين. النفع من المواد اللي يمكن يقدر يعطينا انقباض ديال الرعه عضله الرحم. النفع مزيان ليها ان شاء الله منين تولد الله يفك على خير. الحليب شربيه باش يكون مدير الحليب مع الحسوه ان شاء الله. شكرا لك دكتور عماد ميزاب للتواصل معك دكتور. فعلى الصفحه الرسميه ديالي فيسبوك جرين فار، رقم مهني 06 61 28 99 78، او على الانستغرام dr.imadmisab.s واللي فيها الشاره الزرقاء فيغيفي، فهذا هو الحساب الرسمي الوحيد ديال دكتور ايمن ميسا. وغادي نتلاقاو معك ان شاء الله السيمانه الجايه دائما.